السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدينا ومرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نظرة أمل. في نظرة أمل يتحقق النجاح مع الإرادة والكفاح. فقدنا نعمة البصر لكننا لم نفقد القدرة على الإبداع والتميز. النهاردة بشرفنا في حلقتنا الأستاذ هادي محمد جلال الطالب في كلية إعلام جامعة القاهرة. إزيك يا أستاذ هادي؟ شرفتنا في نظرة أمل. أنا أكتر والله، ربنا يخليك يا رب. يا رب دايما كده إن شاء الله بإذن الله. في البداية أستاذ هادي، كلمنا بقى عن بداية فقدان البصر حضرتك. قصتي في البداية إن أنا كنت طالب مبصر، وأنا في رابعة ابتدائي حصلت لي إن هو خبطة كورة في عينيا اليمين. بعد كده عملت عملية، كان عندي مية في عيني، عملت العملية وبقيت كويس الحمد لله. الحمد لله. بعد كده فترة في سنة خمسة ابتدائي اكتشفت إن كرة قدم كتير أنت. لا والله ساعتها ما كنتش بلعب. وانا في سنه خمسه نظري ضعف في عينيا اليمين تاني، لبست نظاره، بعد كده ضعف جدا، وبعد كده اكتشفنا ان العين الشمال كمان بتضعف. رحنا للدكتور قال لا، ده نظر العين اليمين الميه بيضاء رجعت تاني، والعين الشمال ظهر فيها ميه بيضاء، فاحنا لازم نعمل العينين. رحنا ثلاث اربع دكاتره كلهم استقروا على نفس الراي، فاستقرنا على دكتور معين وعملت العمليه في اول يوم دراسه في سنه سته ابتدائي. بعديها يوميا عملت العمليه، بعديها بفتره يعني تاني يوم او تالت يوم بنفك البلاستر لان العينيه ورمه جدا وكان ضغط عيني عالي جدا. رحنا لمستشفى تانيه قالوا لنا ده حصل له نزيف داخلي في العمليه وغلطه طبيه، وانا مش عارف الصداع اللي ابنك في دماغ ابنك ده مستحمله ازاي، كان عندي صداع رهيب من كتر الضغط العيني ما كان عالي. رحت مستشفى تانيه قال لي ده انت عندك انفصال في الشبكيه فاحنا لازم نعملها. عملت شبكيه، قالوا لي ده انت كنت بتحط سيليكون فالسيليكون رد على القرنيه بوظها، واكتشفنا بعد كده عشان ما كانش في حدث في العين فالسيليكون رد على القرنيه راح مبوظها لي. رحنا المركز تاني عمل القرنيه، بس ما جبناش قرنيه من بره، بدلنا العين اليمين بالشمال لان العين اليمين القرنيه كانت سليمه والعصب البصري كان ميت. اما العين الشمال كان العصب البصري شغال والقرنيه هي اللي بايظه، فبدلنا القرنيه بتاعت عين اليمين بالشمال والشمال باليمين. بعد كده الموضوع استقر في الاخر ان انا يعني منتظر بقى تجربه او حاجه جديده تنفع العنايه، لكن حاليا هو بقى يعني بشوف النور بس. ما شاء الله، يعني انت دايما بتشوف النور ما شاء الله دايما، يعني ربنا سبحانه وتعالى مقدر كل حاجه خير ان شاء الله. اه طبعا الحمد لله. طبعا زي ما انت قلت لي احنا في الطريق مع بعضينا، طبعا كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى مقدرها وكل حاجه خير. اه طبعا طبعا. هادي مثالي في كليه اعلام وفي ثانويه عامه، كلمنا بقى عن ثانويه عامه بدايتك ومراحل التعليم المختلفه بتاعتك. تمام. هو من البدايه طبعا ان انا هتكلم بعد انا عملت العمليه والكلام ده، فانا الترم الاولاني بتاع سته ابتدائي ما دخلتوش لان انا كنت عملت عمليه كان صعب ان اخش امتحان الترم. طبعا عايز اتكلم براحتك، يعني تاخد انت راجل مذيع وراجل قسم اذاعه وتلفزيون، فعايزك انت اللي توري طبعا تتكلم مع المشاهدين. تمام. وانا بقى في الترم الثاني بديت اذاكر بقى الترم الاول والترم الثاني مع بعض. دخلت الامتحانات اخر السنه اللي هو كان مثلا الصبح بمتحن مثلا عربي، وعربي مثلا من 9 ل 12 ده منهج الترم الثاني، بعد الساعه 12 بمتحن منهج الترم الاول. وفي السنه دي كنت جايب 92 الحمد لله ما شاء الله. بعد كده ابتديت بقى انا اكمل ان انا هبتدي اهتم بدراستي، فطبعا بمجهود بابايا ومامتي وقفهم جنبي جامد جدا اتعلمت طريقه برايل في اقل من شهرين ما شاء الله. ممتاز. دخلت المدرسه ممتاز. دخلت المدرسه المكوفين في اولى اعدادي. طبعا الموضوع في البدايه كان صعب شويه، بس انا الحمد لله اتاقلمت على الجو بسرعه، ان انا كنت حابب ان انا اكمل اصلا، ان هو فكره ان انا كان عندي اراده كانت قويه جدا بسبب بابا وماما تشجيعهم ليا. ربنا يخليهم. ولما ربنا يخليك يا رب. وبعد كده لما رحت بقى درست برايل قابلت شخص يعني اسمه استاذ انس، ده يعتبر زي ما بيقولوا الجندي المجهول في حياتي، ده من اكتر الناس اللي ادوني دفعه جامده جدا عشان اكمل. بعد كده كفاح وتحمل انت فعلا تقدر تكمل. بالظبط كده. هو دايما كان بيقول لي انت هتخش كليه اعلام، بقول له طب ليه؟ قال لي ما اعرفش، انا شايفك تخش كليه اعلام. فمن هنا بديت ان انا يعني اتاثرت بكلامه جدا. دخلت بقى اولى اعدادي، بعد كده تاني اعدادي دخلتها كنت خمسه على اول خمسه على المدرسه، وجات لي دعوه قعدت في المغرب 8 ايام انت وزمايلك. انا وزمايلي. بعد كده وانا في ثالثه اعدادي كنت برضه الاول خمسه على المدرسه، وانا في اولى ثانوي كنت الثالث على الاداره طالب مثالي، وكنت الثالث على المدرسه في الدراسه. وانا في ثانيه ثانوي كنت الثاني على مدرسه 97%، وبعد كده خدت ثاني على الجمهوريه مسابقه مناقشه ابحاث ومكتبه وحاجات كده. وانا في ثالثه ثانوي المرحله الانتقاليه اللي في حياتي بقى اللي هو انا طلعت الثالث على الجمهوريه مجموع 96%، وكنت برضو الثاني على الجمهوريه في ثاني مره على التوالي في مسابقه المكتبه دي. ما شاء الله. الموضوع بالنسبه لي الصعوبات اللي واجهتني ما وقفتش عند هنا، ان انا في البدايه انا كان مجموعي الاول حوالي 94.5%، وكانت اعلام القاهره بتاخد من 95.8 او 96% الحدود دي يعني.
فطبعا كان عندي فرق كبير في المجموع، فانا حبيت اعمل تظلم، فالحمد لله عملت تظلم، كان عندي 6 درجات الفرق خدتهم من التظلم بتاعي، كان حقي ان انا اخدهم. فالحمد لله يعني ربنا كرمني ان انا اتحولت من بني سويف للقاهره، رجعت ده كان القاهرة بقى الفرق خلاص. الحمد لله. تمام. من هنا بدات بقى ان انا خلاص انا ضمنت ان انا دخلت الكليه. انا من نوع الحمد لله اجتماعي جدا، وبحب زمايلي جدا، وبحب مشكله او كده بحلها معاه. إن شاء الله. الحمد لله. من نعم. هنا بدأت بقى انا لقيت زمايلي عندهم مشاكل، اللي عنده مشكلة في دي جامعة المشكلة عين فعلا، شمس. نقدر نتكلم فيها، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. أهلا بيكم، نرجع لكم فاصل مع الطالب محمد جلال، الطالب في كلية إعلام قسم إذاعة وتلفزيون. إزيك يا هادي؟ فاصل بقى كده بسرعة سريعة كده عشان نشط الجمهور بس. تمام. كلمنا بقى أنت عن طموحاتك بقى إن شاء الله. طموحاتي بدأت في الأول اللي أنا في إعدادي، ابتديت اكتشف نفسي ان انا بحب اقدم برامج بتاع الاذاعه المدرسيه والكلام ده كله. فمن هنا فكرت بقى ان انا ان شاء الله ان اعمل خش في مجال الإعلام. في مجال الاعلام. الحمد لله متحقق الخطوه في حياتي، اتحققتها اللي هي دخلت الكليه. تاني حلم في حياتي ان انا كنت اخش اذاعه وتلفزيون، والحمد لله دخلتها. من ضمن الحاجات اللي عايز احققها بعد كده ان انا اعمل برنامج بيتكلم عن فئه بيبي، بس يتكلم عن التحدي، بس مش هتكلم بس، لا انا هتكلم فكرة إجابة، إن أنا أعرف المجتمع إن هما فعلا الناس دي بتقدر تعمل كل حاجة أيا كانت أهمية هي. الناس كتير شايفة إحنا عايزين، الناس فاكرة إن هو ما قدرش يعمل حاجة أو الكلام ده كله، لا بالعكس طبعا، لا بس فإحنا الحمد لله إحنا بنعمل كتير كويسة جدا، وفي ناس بتعمل إنجازات ما أكتر شاء من الله في كده ناس بكتير. حققت ابداعات كتير، واحنا كنا بنجيب حلقات وعن الناس ما شاء الله عندها اعاقات كتير، بس ما شاء الله حققت ميداليات كتير جدا لمصر، وحققت ما شاء الله نجاحات كبير، يعني كل واحد متحدى الاعاقه بس ما شاء الله بيكون عنده ابداع كبير جدا. فعلا، فدي ان شاء الله ده اللي يعني نفسي اعمله باذن الله لما اخلص الكليه يعني. لكن انا وحابب كمان اشتغل فيه في الراديو اكتر، بحب اكتر الراديو والتلفزيون، بس بحب المجالين، بس الراديو بحس ان هو بيلمسني اكتر. تمام، احنا معفوق الحاج حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا استاذ شريف، ورحمه الله وبركاته ورحمته ومغفرته. ازيك يا حاج حسن؟ طبعا حاج حسن صديق البرنامج العزيز طبعا. ازيك يا فندم؟ الله يخليك يا رب، ده انا فخور فخور بالبرنامج الجميل دوت وبالمجموعه المشاركه الجميله فيه صراحه. الطلب طبعا هادي بيشرفنا النهارده، يعني وجهه نظر جميله جدا طبعا الشباب كلها يا فندم. يعني النماذج المشرفه الجميله اللي انت اخترتها زي الاستاذ هاني، ربنا يخليك زي الاستاذ هاني والاخوه اللي قبل السابقين، الحقيقه ده تشريف لينا كلنا، تشريف لينا كلنا ولاولادنا والناس اللي عاوزين يعرفوا مدى الجمال اللي في قوه التحمل. ربنا يخليك والله، ان شاء الله تشوف ولادك احسن مننا باذن الله بكتير باذن الله. الله يخليك اكثر واكثر اكثر ان شاء الله. ربنا يخليك يا حاج حسن، شكرا جدا ليك، شكرا لصالح حضرتك. الله يخليك، وبشكر كل الاخوه اللي معاكتك في البرنامج كلهم. الاعداد كله طبعا يا فندم. الله يخليك، وربنا يوفقكم ان شاء الله دايما الى خير اكثر واكثر ان شاء الله. يا رب فعلا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. طبعا يعني مزج مشرفه بتشرفنا طبعا يا استاذ، يعني والله ربنا يخليك يا رب، تسلم. ربنا يخليك. لو انت وضحت لي مراحل التعليم المختلفه، يعني كل فتره ليها صعوبتها، الابتدائيه ثانوي مرحله الجامعه، صعوبتها ايه بتواجهها معاك في الجامعه؟ الجامعة صعوبتها بس بتقتصر على فكرة المنهج، يعني في بعض المواد بتوفر لي المنهج على الكمبيوتر وورد، وفي بعض المواد مش بعرف، يعني هو الدكتور يقول لي معلش نسخة السوفت بتاعت الكتاب، انا اجيب الكتاب يا اما اوديه يتبع يا اما اشوف مثلا بابا وماما يقرا لي الموضوع. فطبعا ساعات بيبقى صعب جدا ان هو كتاب مثلا 100 200 صفحه ان حد يقعد يقرا معاك الكتاب، فدي من اكتر الصعوبات اللي تواجهني في الجامعه. لكن انا مثلا كامتحانات او كده، لا الحمد لله الموضوع يعني سهل جدا مش الحمد بتحتاج لله. القارئ زي بتاع زمان كده، تيجي قارئ كاتب، لكن دلوقتي لا هو الناطق على الكمبيوتر بيعمل حاجه انا عايزها، بيقرا الامتحان بكتب على الكمبيوتر تبع برنت سالم كاني بكتب على ايدي بالظبط. انت هادي حصلت طبعا في كليه اعلام على لقب الطالب المثالي، اتكلمنا عنها بقى. طيب دي المفروض بشرط ان انا اخش المسابقه اكون انا في سنه اولى جايب امتياز. المسابقه بيجي لي زي ورقه كده، ورقتين حوالي 25 سؤال تحريري بحلهم، كده بخش على لجنه التحكيم مكونه من 2 دكاتره من الكليه. بيسالوني بقى اسئله عن شخصيه، عن شخصيتي، اسئله عامه عن المجتمع، عن قضايا ممكن احلها، الكلام ده كله، وتقييم على الاداء. انت بقى هنخش مع موضوع المسرحيه بقى، مسرحيه الهناجر، بس احنا عايزين نشاهد المشاهدين طبعا نشوف المسرحيه الاول على الشاشه ونرجع لك تاني. طيب ماشي اتفضل. ده الفيديو بتاع طبعا شغال على الشاشه. تمام. ده طبعا الفيديو بتاع هادي عمل مسرحيه مع زمايله مكفوفين في الجامعه،
في مسرح هناجر، في مسرح هناجر في الاوبرا، كانت في مسرح هناجر في الاوبرا، وما شاء الله انت قلت لي حقك كبير جدا، وكانت مجموعه جدا من الطلبه. الحمد لله ما شاء الله. كان بتحكي ايه؟ كانها هي شغاله على الشاشه هي الساده المشاهدين طبعا المشاهدين طيب. يعني احكي لنا عنها، كانت بتهدف ايه؟ كان كام فرد معاك؟ ان احنا كنا حوالي 5 3 طلبه في كليه. ده المخرج اللي جاي على كنت عليه اول واحد، ده الراوي اللي هو المخرج استاذ عادل مصطفى. استاذ عادل مصطفى مكفوفين مكفوف برضو المخرج تمام ما شاء الله. بعد كده عندنا دي بنت في ثانويه عامه، وفي استاذه نيفين دي مخلصه اداب تاريخ، وفي عندنا بقى طلاب اللي هم انا وزمايلي شهاب وشادي، دول في ألسن كليه شمس. فكره المسرحيه هدف يعني فكرتها الاول ان احنا بنتكلم عن سرقه الاثار، والفكره الاخيره انتشرت فكره يعني انتشرت اول قضيه دي بطريقه مفهومة. بدات وعملنا بيها حاجه كمان، ان احنا بنوصل للناس بطريقه غير مباشره ان ازاي احنا كمكفين نقدر نمثل زي اي ممثل محترف على خشب المسرح. جت من الاول اللي هي اول مشهد او اول حاجه في المسرحيه بنتكلم عن انا كاب اسمي ندمان، هي مسرحيه اسمها زنان وندمان. انا ندمان. انت دور الاب يا هادي. انا دور الاب ما شاء الله. انا شكلي بس مش مشكله يعني. ببتدي ان انا بنت اللي هي ريفه، المفروض مصر طبعا انا كاب وام بيشوفوا عادي جدا المسرحيه كلها طبعاً عاديه. المسرحيه دي كانت مسرح الهناجر في الاوبرا يوم 10 اللي فات. دي المفروض انها كفيفه، انا مش مقتنع وانا مش يعني مش عايز اوضح للناس ان في المكان عندي ان انا عندي بنت كفيفه، مش مؤمن بقدراتها. بتدي بقى ان هي امها بتدي بقى اللي هي العكس، ان هي جرعه التفاؤل والامل اللي هو بتحمسني، او انت ما تقولش على بنتي كده، لا بنتنا وهتعيش زي احسن من اخواتها والكلام ده كله. دي اللي جت في اول مسرحيه دي هدير اللي هي الصغيره. لا اول مسرحيه، لا دي استاذ نيفين. استاذ نيفين الطفله الصغيره اللي هي المفروض اللي هي زوجتك في المسرحيه صح كده؟ الى تخش المشهد بعد شويه. انا بنتي دي البنت الثانيه دي هدير صغيره اصغر مننا سنا يعني. دي بنتك المفروض. دي بنتي المفروض اللي هي امل. والاستاذ نيفين دي امال. تمام. بعد كده زنان اللي هو زميلي شهاب بيتكلم عن هو بقى اللي هو زي الشيطان بيقنعني ان انا احفر تحت بيتي، ان دي ناس كتير عامله اسمها زنان. زنان وندمان. وندمان زنان وندمان، اسم جميل على فكره قوي. بعد كده شهاب ده اللي هو بيبتدي بقى يقنعني ان انا احفر تحت بيتي عشان بنتي اعالجها واعيش ولادي باحسن حال، وان هو احنا يعني اسره متوسطه الحال والكلام ده كله، ويقنعني ان اروح دجال عشان يشوف لي تحت البيت فعلا في اثار ولا لا. بعد كده في اخر المسرحيه بيظهر شادي اللي هو الموميا، اللي هو المفروض بقى بيمثل الضمير المصري. بيبتدي بقى يكلمني ان انا ازاي افرط في حضارتي وتاريخي، وان الفرع اجدادنا تعبوا جدا عشان يعملوا الحضاره دي ويبنوها وكده والاهرامات والكلام ده كله. اللي هو بقى في الاخر ان انا في نهايه المسرحيه ان انا بندم على كل حاجه عملتها، وان انا ببقى فخور ان انا مصري، وان انا ما ينفعش فعلا ان افرط في حضارتي وتاريخي ده كله. تمام، هدف جميل جدا، تدعو للتفاؤل والامل، وانك يكون عندك اراده. بس فكرتها جميله، فكره الاثار يعني المخرج طبعا وزعادل طبعا جابها بشكل جميل جدا وسلس. احنا فعلا المسرحيه دي خدت مننا مجهود جامد جدا، قعدنا بروفات اكتر من 3 4 شهور يعني، قعدنا فتره كبيره عشان نتدرب على النص وعلى الحركه بطريقه صح على المسرح، وان احنا زينا زي اي حد بيمثل. والحمد لله المسرحيه دي نجحت جدا لدرجه ان المكان المسرح نفسه كان فيه عدد فوق العدد بتاع الكراسي نفسه، فالحمد لله. وناس كتير كانت مرحبه، وناس كتير كانوا لنا يا ريت العرض كان اطول، او في عرض تاني، او يبقى في يوم تاني العرض والكلام ده كله، بس للاسف كانت يوم واحد بس. كان يوم واحد فقط لا غير، نص ساعه. كانت حوالي نص ساعه. احنا معانا اتصال الاستاذه حنين، دي اخت حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذه حنين، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا حنين؟ الحمد لله. ازيك يا الحمد لله تمام. هادي بيقول لي انت عندك 6 سنين؟ لا 6 ابتدائي. 6 ابتدائي ان شاء الله. 6 ابتدائي. ازيك يا حنين عامله ايه؟ الحمد. ايه رايك بقى في هادي؟ الخط قطع مشكله. طبعا هتكلمنا طبعا حنين قالت لنا يعني تقول انا عندها 6 ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقها يا رب دايما ان شاء الله باذن الله. كمل المسرحيه بقى. بس فاحنا المسرحيه دي كانت فكرتها فعلا كنا نفسنا ان احنا تبقى اطول من كده، بس ان شاء الله يعني حاليا بنحضر لحاجات ثانيه قريبه يعني ان شاء الله نعملها وتوصل للناس بسرعه، ونلاقي الناس تيجي يعني تعجبهم باذن الله. جميل. ان انتوا تفكروا في عرض واثنين وثلاثه ما شاء الله، ومجموعه جميله زي ما انت قلت لي، 5 3 شباب و2 بنات، فدي مجموعه عمل جميله جدا يعني. فعلا. وكان معانا مهندس صوت بقى اللي هو ماسك الموسيقى بتاعت المسرحيه. ده كان في ثانيه اعدادي، ده كانت المفاجاه، وكان عامل شغل ولا كان واحد محترف. بجد اسمه حاتم. ما شاء الله. حاتم ده كان فظيع بصراحه.
لا ما شاء الله. كلمنا بقى هادي، انت قلت لي انت في الكليه عملت حاجه اسمها المنسي، ده برنامج اسمه المنسي، قولي كده يا ساده المشاهدين، يعني فكرتك الاذاعيه كده المنسي فكره جميله جدا. تمام. هي الفكره بدات ان هو كليه اعلام عملت راديو اونلاين اسمه راديو اعلام اونلاين. اعلام اونلاين. اعلام اونلاين ده بيعمل، عملنا انترفيو ان انا بقدم في الانترفيو ده ان هو عن فكره برنامج او كده، فالحمد لله الفكره اتقبلت. هي مش فكره برنامج الاول، فانا قدمت كان انا عايز اقدم برنامج في الراديو. بعد كده بعد ما اتقبل الحمد لله بقعد بقى افكر في فكره، او مع المشرف على الراديو بدينا بقى نفكر في فكره نعملها بشكل مختلف على الراديو اعلام اونلاين. فكره المنسي ان احنا بنتكلم عن حاجات منسيه من زمان او ممكن تكون موجوده دلوقتي ومنسيه، مع ان ليها دور اساسي في المجتمع، زي مهن منسيه منها مثلا عامل النظافه او مهن تانية، مثلا موهوب ناس عندهم موهبه مش مشهوره، ده احنا نتكلم عنهم في حلقات انترفيو، مثلا اعمل لقاء مع فنان معين، اعمل حاجه حكايه عن قصه عن شخص في مهنه معينه. جت فكره المنسي من هنا، بدات من هنا بالظبط. فكره جميله، فكره جميله فعلا. في ناس كتير جدا في حياتنا منسيين ما حدش عارف عنهم حاجه بالظبط، فكره انت تلقي الضوء عليهم دي، فده شيء كبير جدا يعني فعلا. فده كان ضمن الحاجات اللي حمستنا ان احنا نعمل الفكره يعني. لا ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله يا رب. هادي، لو قلنا عن المشاكل اللي بتواجهك، انت قلت لي بقى ما في مشاكل بسيطه جوه الجامعه كده، لو اتكلمنا عن مشاكل بره الجامعه. بره الجامعه ايه هي اللي بره الجامعه؟ من ضمن المشاكل الشارع المصري الرهيب، اللي هو حتى الناس العاديه ممكن بتتاذي منه، اللي هو فكره الطرق نفسها مش ممهده ان احنا كمقفين نمشي لوحدنا، مثلا تلاقي رصيف طالع ورصيف نازل وحفر في النص كتير والكلام ده مش كله مش ممهد تماما خالص بالظبط. تلاقي مثلا ناس مثلا بيبيعوا حاجات فوق الرصيف، طب احنا نمشي فين؟ يعني انا همشي، طب انا همشي ازاي؟ جوه الرصيف ماشي جوه الرصيف فعلا يعني. لدرجه ان احنا بنتعب نلاقي موتوسيكلات فوق الرصيف، طب انا سبت الطريق وطلعت على الرصيف هروح فين تاني؟ همشي فين طيب؟ ناس ان انا اطير بقى يعني، مفيش حاجه غير كده. دي حاجه. تاني حاجه فكره الاتوبيسات، ان هو انا واقف في محطه الاتوبيس، طبعا اغلبيه الاتوبيسات ما بيقفوش في مكانهم طبعا، دي حاجه معروفه في المصريين يعني، بس هي فكره ان انا الاتوبيس جاي، طب انا هعرف رقم الاتوبيس ده ازاي؟ طب الاتوبيس رايح فين؟ فليه ما فيش خدمه ناطقه مثلا اتوبيس ان هو انا رايح مثلا يجي يقف مثلا ينطق حاجات انت طبعا تكون خدمه ناطقه بالظبط، في خدمه ناطقه. تمام. زي ما اتعملت في المترو حاليا، بس طبعا ما اتعممتش يعني، هي تلات متروهات بالظبط في خط اللي هم جداد. طب احنا يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا استغربت لها جدا ان المترو الخط الثالث بتاع العباسيه جديد، طب احنا ليه ما نزلش اصلا من الخدمه؟ يعني اصل مش حاجه صعبه. لا ان شاء الله الخطه الجايه باذن الله يعني يتعاقدوا مع الهيئه العربيه للتصنيع في كذا يعني كذا قطارات باذن الله، الفتره الجايه كلها ان شاء الله قطارات جديده باذن الله. يا رب يا رب. نامل نامل الفتره الجايه يكون احسن واحسن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء انت الله. انت قلت لي في موقف حصل معاك في المترو كده، قلنا كده. من اغرب مواقف حصل معايا في المترو ان انا مره مثلا ساعات في حد واقف على رصيف المترو يوصلني لحد المترو لحد ما يركبني ويرجع، هو مش كده مش هيركب يعني. تمام. فيركبني المترو، مترو لسه واقف، واحد من جوه المترو، يا استاذ اللي بره هو رايح فين؟ يقول له عم انا مش عارف. اقول له طب قول لي بس رايح فين، مع ان انا واقف جنبه ممكن يسالني، انا اصل واحد انا كفيف بس مش هخلص، فانا ممكن الثاني يقول لي طيب يعني سامع وانت تتكلم. انا رايح فين والله هقول له. طب اسالني انا. فدي من اغرب الحاجات اللي بشوفها في المترو يعني. مواقف طبعا جميله، وانت يعني بتسعد بيها كده مع الجمهور كده. هو الشعب المصري يعني شعب خفيف طبعا، خفيف جدا يعني، الشعب المصري بيحب الكوميديا من زمان يعني. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. انت عاملين حمله بقى مع الشباب، قلت لي حمله غير نظرتك. غير نظرتك. يعني هي قريبه قوي من نظره امل، فاحنا عايزين نفهم ايه غير نظرتك دي بقى. غير نظرتك بدات ان احنا كنا طلبه كليه اعلام، كان معايا 2 زمايلي، بدانا نفكر، بدات الاول من ماده معينه تكليف، كان لنا زي تكليف كده، بس احنا قررنا ان احنا نكبر الحمله وتبقى حمله عامه ونفضل مستمرين دي فيه. حمله كبيره. هتبقى حمله كبيره. انت عايز تبدا فعلا تكون حمله يعني واحده واحده كده، تكون حمله كبيره تقدر فعلا المسؤولين يشوفوها. بالظبط كده. غير نظرتك ما بتتكلمش عن الواقفين بس، بتتكلم عن كل الاعاقات في مصر. بدانا ان احنا نتكلم مع الناس، نعرفهم بقى في نسبه قد ايه اعاقه في مصر، وفكره كمان ضمن الحاجات اللي احنا بنعمل جمعنا عنها معلومات، لقينا ان في تفاوت رهيب جدا ما بين كل منظمه بالتانية بعدد المعاقين. يعني مره واحده يعني منظمه مثلا زي مجتمع مدني يقول لك ده في 500,000، والصحه العالميه تقول لا دول 9 مليون، ومش عارف منظمه تانية تقول لك لا دول 15 مليون. فطبعا دي مشكله، بس احنا لما احنا بحثنا الموضوع اكتر عرفنا المشكله ان في بعض الناس او بعض الاسر بترفض انها تعلن الرقم ان عندها حد عنده اعاقه حركيه بصريه سمعية حاجات كده. فدي من ضمن الحاجات اللي بتسبب التفاوت في الاحصائيات نفسها.
بدأنا احنا نتكلم عن الناس بقى ان هو الاعاقه الحركيه ايه هي، والناس ونتكلم عن نماذج معينه، عن المكوفين، عن السم والبكمة، عن اللي هم الذهنيين، غيرهم كتير ما شاء الله. ممتاز. حابين بقى ان احنا من هنا نغير نظرتك، ان انت تشوفهم بشكل نساعدك فيها هادي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكون معاك فيها باذن الله. باذن الله باذن الله. شرفنا والله. نعم، على الهواء اكون معاك في الحمله دي باذن الله. يسعدنا والله ويشرفنا جدا ان شاء الله، سواء تلفزيون او راديو باذن الله تعالى. باذن الله باذن الله ان شاء الله. اتفضل. طب هادي، انت يعني انت حققت هدفك ما شاء الله، لسه في البدايه بتحقق هدفك، طموحك وهدفك واصرارك بعد 10 سنين ناوي تكون فين؟ رؤيتك ايه؟ رؤيتي ان انا نفسي اكون اعلامي، بس مش شرط يكون مشهور، بس يفيد، يعني يكون مفيد، مش شرط يكون انا معروف عشان اكون اعلامي، مش يعني اللي هو اعلامي بقى وكده، لا، انا هدفي الاساسي من حياتي من زمان ولحد دلوقتي ان انا افيد المجتمع، افيد الناس اللي حواليا، عندي حاجه اعلمها لهم او اقولها لهم، اقدر اساعدهم فيها اساعدهم. من هنا جت فكره ان انا عملت اسره في الكليه برضو، ان انا كان هدفي الاساسي ان انا مش هطلع رحلات بس زي اي اسر في اي جامعه، لا، احنا هدفنا ان احنا نفيد الطلبه، كورسات تدريبيه، نروح اماكن تثقيفيه، الكلام ده كله. فانا هدفي من زمان ولحد دلوقتي اللي شغال علينا افيد الناس يعني باكبر قدر ممكن، لكن انا مش شرط ان انا اكون مشهور عشان انا ابقى اعلامي وخلاص، اي حاجه مش هادفه، لا، انا هدفي يكون هادف ومفيد، الناس تستفيد مني وفي وعي بالمجتمع يعني. قصه ان دخلت بدايتك مع الاعلام او دخلت كليه اعلام وانت كفيف، نظره المسؤولين ايه او بدايه ازاي بالظبط؟ ما قابلتش مشاكل؟ ما قابلتش صعوبات؟ لا، الحمد لله، ان هو اصلا قبل ما ادخل انا كليه اعلام كان في زمايلي قبليهم قبليا، يعني مثلا حاليا في 2 في سنه رابعه وفي 1 سنه ثالثه وانا في سنه ثانيه، فالحمد لله الكليه مش رافضه، لا خالص، بالعكس مرحبه جدا، ومن اكتر الكليات على فكره على مستوى مصر او على مستوى الجامعات كلها انها بتحسن التعامل مع المكوفين بالذات بالاخص، يعني عين شمس، يعني كل واحده ليها كليه ليها مشاكلها او كده، بس كليه اعلام لا، اقل لي مشاكل، لان انا عرفت مشاكل صحابي، لا الحمد لله الاعلام عندنا الموضوع مستقر جدا، والعميده يعني ما شاء الله ماشيه الموضوع كويس، وكل المسؤولين اللي فيها من اقل مسؤول لحد اول اكبر مسؤول في الكليه لا متعاونين معانا جدا بصراحه. ما شاء الله ما شاء الله. احنا عايزين بقى كلمه اخيره كده لساده الجمهور طبعا قبل ما ننتهي الحلقه، تنفضل حاجات بسيطه للشباب يعني او زمايلك في الكليه. تمام، انا اقول كلمه للشباب، مفيش حد يقف مكانه، مفيش حاجه مستحيله، ممكن تكون صعبه وعايزه مجهود بس عمرها ما تكون مستحيله، كمل في حياتك، خلي عندك هدف واراده، ارادتك هي الاساس طبعا بعد فضل ربنا، بس ارادتك طبعا بعد كده هي اللي هتوصلك، زي طلبه مثلا ثانويه عامه، دايما كنت اي حد من طلبه اصحابي ثانويه عامه اقول لهم يا جماعه يعني اول ما تبداوا تذاكروا حط هدفكم قدامكم، يعني حقق هدفك رايح فين بالظبط كده. سعدنا بيك طبعا الطالب الجميل استاذ هادي، وتشرفنا جدا بيك في نظره امل، وان شاء الله اكون نظره امل ليكم بكره باذن الله يا رب. شكرا يا رب ليكم، الى اللقاء. كان معاكم شريف حسن. شكرا يا فندم. شكرا جدا يا هادي. شكرا يا هادي.